مساء الخير، بنرحب بحضراتكم. يوم جديد النهارده، عندنا فقرات كتيره ومختلفه في موضوعات الحقيقه بنتمنى انها تكون محل اهتمام حضراتكم. برحب بيكم وبرحب بزميلتي دينا. مساء الخير يا دينا. مساء النور، اهلا بيكي يا سماح. وحلقه جديده من زينب طعم البيوت، هنكون معاكم على مدار ساعه ونص بنتكلم في كل حاجه بتهم الاسره المصريه، ده غير طبعا فقره المطبخ اللي بنقدم فيها اطباق تكون سهله وخفيفه وفي نفس الوقت تقدروا تجددوا بيها مطبخكم. اول معاكي فقره ايه النهارده يا سماح؟ النهارده هنتكلم عن ظاهرة الحقيقة ابتدت تكتر في المجتمع المصري بشكل كبير جدا، وهي الستات البسيطة اللي بتحب أسرتها لدرجة ان هي بتأذي نفسها وفي نفس الوقت بتأذي أسرتها، وهي الغريمات. ايه سبب ظاهرة الغريمات؟ هل هي التفاخر والتباهي اللي مسيطر علينا كمجتمعات شرقية، ان كل واحد فينا لما بنته تيجي تتجوز يحب ان هو يجيب لها اكتر من طاقته؟ يعني احنا زي ما بنقول على قد لحافك مد رجليك. احنا بنتمنى ان احنا نتخلص من كل الثقافات الموروثة اللي بتؤدي لتأثير سلبي علينا. هنتعرف كمان على دور الدولة في الحد من ظاهرة الغريمات، واحنا كمان كإعلام علينا الحقيقة دور مهم جدا في الحد من هذه الظاهرة. دي ان شاء الله هتكون اول فقرة معنا. ظاهرة الغريمات من الظواهر اللي بدأت تنتشر في المجتمع المصري بشكل ملحوظ، واشارت الدراسات الى ان 35% من الساجنات من الغريمات. ايه اسباب هذه الظاهره ومدى تاثيرها على المجتمع المصري وبالتحديد على الاسره المصريه؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا النهارده مع الاستاذه منى عبد الوهاب المستشار القانوني. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. نقدر نقول ايه اسباب الظاهره دي في البدايه؟ هل هي اسباب اجتماعيه ولا اسباب اقتصاديه؟ هو في البدايه المفروض نعرف يعني ايه غريمه. اتفضل. فانا هعرف البدايه. الغريمه هي السيده التي لجأت للاستدانه لمساعده اسرتها بقصد يعني تغيير الوضع الاقتصادي للافضل، ولكنها تعثرت في السداد في الوقت المحدد. اسباب الغرم او اسباب مشكله الغريمات دي لها ابعاد كثيره جدا، طبعا ابعاد اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه وتعليميه وموروثه. ثقافيه طبعا هو موروثه، لاني طبعا لسه يعني انا هشرح لحضرتك بس ايه اسباب الاستدانه. اتفضلي. او اسباب الغرم. اسباب الغرم بتتحصل في نقطتين، بدايه يعني الاستدانه والضمانه. بمعنى الاستدانه يعني ايه؟ ان الست في عريس جيل بنتها، فطبعا جارتها جهزت افضل جهاز رغم ان في فرق اجتماعي او مالي او طبق كده ما بين الفئتين. اضطرت ان هي طبعا لازم اجيب لبنتي زي ما هجيب زي بنت الجيران. فتبدا الام يعني وهي لسه ما فيش امكانيات ماديه وما فيش وعي، لا وعي مالي ولا وعي ثقافي ولا وعي قانوني، تبدا تنزل تستدين وتشتري اجهزه وحاجات زي كده، تبدا تكتب ايصالات على بياض وصل امانه. اللي هو ايصالات الامانه للاسف. اللي هي كارثه، ودي اساس مبادرتنا اللي هي ممنوع الامضاء على بياض. دي مبادره حضرتك عاملاها؟ انا عاملاها. وفي مجتمعات كتيره جدا في مجتمعات المجتمع المدني قايمه بالمبادره ديت، مش احنا بس يعني. هو الهدف منها ايه؟ توعيه الست من الناحيه القانونيه، خطوره نص الماده 341 من قانون الاجراءات الجنائيه، ان النهارده انت لما بتمضي انت فتحتي بايدك طريق الحبس ليكي. لان بعض الستات طبعا ما عندهمش درايه، هي فاكره ان هي هتمضي وخلاص انا خدت الاجهزه ومشيت. بدون قطع كلام حضرتك، هنا برضو نقول ايه؟ عدم التعليم يعني. مش طبعا عدم وعي بس، لا الجهل بالقانون. والجهل كمان. والجهل بالقانون. وطبعا بالزبط. في قاعده في القانون لا يعذر المرء بجهله بالقانون. بمعنى ان انا خلاص انا مضيت، انا كده فتحت يعني على نفسي سكه الحبس. مفيش. وبعد كده الجزئية التانية اللي هي الضمانة. يعني ايه الضمانة؟ ان الست مثلا زوجها نزل يشتري عربية او يشتري توك توك او اي حاجة، وتروح للأسف طبعا تروح هي ماضية، بحيث ان هي تبقى ضامنة. ودي انا بعتبرها نوع من ايماء التمييز بالنسبة الراجل، هو اللي بيخليها هي اللي ضامنة. لازم هو بيشترط ده كمان. الموجود ده الموضوع ده موجود في الأرياف أكتر. يعني إيه مين اللي بيشترط؟ يعني اللي هو الشخص صاحب المنتج. صاحب المنتج بيشترط حضور السيدة عشان يعني سوري في الكلمة عشان يذله أكتر. يذله أكتر، وهو عارف إن هي إن الست هي اللي هتدفع. لأن طبعا كارثة إن الست تتحبس أو كده أو تتعرض، وده يعتبر شكل من أشكال التمييز ضد المرأة على فكرة.
لان هو بيضغط بيعتبرها وسيله ضغط، بيعتبر السيده هنا وسيله ضغط للسداد. ده هنا نقول ايه المرتكب الحكايه دي اتنين، الراجل صاحب المنتج نفسه والزوج او الابن او القريب اللي هي السيده ضمنته. وعشان كده احنا برضو من ضمن المبادره احنا بنقول لا تضمني حد، لا تمضي على بياض، وبنبدا نوعي السيدات بخطوره الجرم اللي بيرتكبه. الحقيقه هم مش حكايه نفقات الزواج بس، لا انا الحقيقه بشوف ستات عندها الحماس انها تعمل مشروع مثلا، مشروع صغير، وبناء عليه برضو بتضطر انها تمضي او في غفلة منها بتمضي على شيكات. طبعا هي ما بيبقاش عندها اساسا دراية بالمخاطر اللي هتتعرض لها، بالاضافة ان في جهل بالمالي، يعني هي مش عارفة اساسا تدير المشروع ازاي. هي جات لها فكرة مشروع، راحت لجمعية ما او جهة، أيوة راحت لجهة ما، فبدات تستدين، بدات تعمل المشروع، للاسف هي ما عندهاش الاليه اللي تدير بيها المشروع عشان تقدر انها توفي الاقساط اللي بنسميه يعني دراسه جدوى او اداره فن اداره المشروع نفسه، لان ده علم. وللاسف طبعا الست هي شافت جارتها مثلا جابت ملايات واشترت وباعت ونجحت فيها، جايز هي يكون عندها درايه بهذا الامر، وتبدا هي للاسف تخش في دوامه ان هي على عجزها عن السداد. وعندنا حالات كتيرة جدا، وبحكم ان احنا في منطقة شعبية الموضوع ده منتشر عندنا جدا، فالفكرة جت من هنا. واحنا شغالين على ثلاث محاور، احنا شغالين على محور السداد طبعا. لما بتجينا سيدة غارمة اول حاجة بنعمل لها بحث اجتماعي، بنبدأ نسدد. تاني حاجة اللي هو نبدأ بنعمل دراسة ايه الاسباب المجتمعية اللي ادت، لان زي ما حضرتك قلت هي ظاهرة وللاسف تفشت في الحضر وفي القرى بشكل ليه كبير. ليه مقتصر على الفئه دي بس او المناطق دي؟ لا والله هو موجود في كل المناطق، بس هو هنقول التقليد للاسف والجهل برضو والاميه ليها عامل كبير جدا يعني. فطبعا الريف هي بتقلد جارتها، بتقلد صاحبتها، لا بنت عمها جابت فلازم انا بنتي كمان تجيب، حاجات زي كده يعني. وزي ما حضرتك قلت الموروثات، احنا تعودنا ان العروسه لازم تجيب من الابره للصاروخ، فبالتالي مش مشكله هجيب من فين. وهي الست ما عندهاش للاسف، معظم اللي بيستدينوا ما بيبقاش عندهم وعي بالخطوره القانونيه بان هم فعلا بيرتكبوا جرم. هي بتقول لك انا ما اعرفش انا مضيت، وهي ما كانش عندها نيه عدم السداد، هي كانت موجوده بس للاسف تعثرت ماليا ما قدرتش تكمل. تمام. فالمحور الثالث اللي احنا شغالين عليه برضو بعد محور السداد ودراسة الظاهرة وأبعادها اللي هو التمكين الاقتصادي. بمعنى ايه؟ بمعنى النهاردة انا الغريمة ديت خلاص يعني قضت فترة العقوبة، ده بالنسبة بقى اللي هم قضوا فترة العقوبة. العقوبة بدون قطع كلام حضرتك، العقوبة بتتحدد بناء على المبلغ اللي لم يتم سداده؟ تمام. ولا هو ده اتجاهات قضاء، ده اتجاه قضاء، هي جنحة، هي تعتبر جنحة، تعتبر جنحة، جنحة تمام. فيها حبس، واحيانا بتوصل فيها برضو بيبقى فيها غرامة، وده حسب اتجاه القاضي، ما نقدرش نحددها مدتها قد ايه، لا بقيمة الشيك ولا يعني بالمبلغ نفسه، بتتفاوت. وبعد كده هو اساسا صاحب المحل او البايع هو ما بيكتبش، هو ما بيكتبش قيمة الدين يعني. النهارده ممكن يخلي شيك على بياض. هو هي كارثه في ايه؟ احنا اللي بنتكلم فيه مش اللي محدد القيمه. حتى احنا دايما نقول للست ما تمديش على بياض، وحاولي ان انت تحددي المبلغ اللي موجود اللي انت فعلا اشتريتي بيه. ان هي ممكن تبقى شاريه حاجات ب 1000 جنيه يعمل لها شيك ب 100000 جنيه. ما تكتبش كمان بالارقام، لا يكتب باللغه العربيه. باللغه العربيه طبعا. بنفهمهم احنا يعني انا بقول لحضرتك بس هشرح لحضرتك التفكير الاقتصادي. اتفضلي. بعد ما الغريمه بتخرج بنبدا نعمل لها تاهيل نفسي وتاهيل قانوني، لاني طبعا وتاهيل اقتصادي، بنحاول نعلمها حرفه، بنفهمها خطوره الجرم اللي هي ارتكبته لان ما تبقاش عايزه ترجع للموضوع ده تاني. بنبدا ناهلها نفسيا، بنجيب اخصائيين نفسيين واخصائيين اجتماعيين، لان هي طبعا بتبقى خارجه من الحبس في حاله نفسيه يعني صعبه جدا. أكيد. هي مش قادره تتواءم مع المجتمع، بجانب ان المجتمع للاسف بيبقى رافضها لانها وصمه، هي بتعتبر وصمة عار بالنسبة خاصة في المناطق الشعبية. وهي ما كانتش يعني، هي كل اللي عملته ان هي مضت على بياض، كل اللي عملته هي عايزة ترضي أسرتها وعايزة تساعد. واحنا يعني احنا بنتكلم على الفئة اللي هي فعلا
اللي عايزه تساعد اسرتها اللي هي ما عندهاش، مش اشترت ب 100,000 جنيه وحرقتها، لا احنا ما بنتكلمش على الفئه دي، كلام بسيط بيبقى، احنا بنتكلم على الفئه اللي هي عايزه تجهز بنتها، صح، اللي عايزه تساعد مثلا ابنها مثلا ان هو يجيب له توك توك، يجيب له جهاز، يجيب حاجه يشتغل عليها، هي دي الفئه اللي احنا يعني مستهدفينها بفضل الله. والشيء الغريب ان هم كلهم ستات، للاسف ما فيش رجاله. احنا قلنا لحضرتك هي تعتبر ده نوع من انواع التمييز، لان التاجر نفسه بيشترط، يعني التاجر بيشترط ان الست هي اللي تيجي تمضي كضمانه، الله ونعم الوكيل، بغض النظر بقى عن اللي هي راحه بنفسها كهي اساسا مستدينه الاصليه، الفاعل الاصليه دي بتبقى مثلا بنتها هتتجوز، ارمله، امراه معيله، وهتلاقي اكتر فئه في السيدات المعيلات، صحيح، للاسف دي منتشره، سواء بقى ارمله، سواء مطلقه، سواء هي شايله البيت، فالفئه دي هي للاسف المستهدفه، واحنا برضو هي الفئه دي اللي احنا بنشتغل عليها، بنعمل لهم حملات توعيه كندوات، حتى النهارده ان شاء الله عندنا ندوه مجمعين اكتر من 150 سيده من الغريمات ولا السيدات اللي لسه ما دخلوش في المشكله، جايبين غريمات يبداوا يشرحوا مأساتهم مع الغرم، وجايبين بقى السيدات العاديات بحيث ان احنا نوعيهم، صحيح، وحملات طرق ابواب احيانا بننزل للناس في بيوتها، بنفهمهم خطورة نص المادة 341، وان هي كده للأسف يعني بتعتبر بتهلك أسرتها مش بتساعدها. انتوا بتختاروهم على اي اساس؟ يعني نقول بشكل عشوائي، ولا المناطق اللي فيها نسبة غريمات اكتر بتنزلوا لهم؟ احنا بننزل للمناطق الاكثر تواجد فيها، لان للأسف هي عامله زي ظاهره، يعني هي ظاهره وزي مرض متفشي، كله يعني بيقلد بعضه، كله للاسف، تعالي انا هاخدك معايا هنروح الجمعيه الفلانيه عشان نعمل مشروع، او تعالي ده انا بجيب من عند التاجر الفلاني جهاز لبنتك، فللاسف هي عامله زي يعني وباء للاسف. يعني الضامن المفروض ان هو يكون نقول ايه سنه الرشد، صح؟ غالبا بيبقى 21 سنه، لكن ما ينفعش سن اقل من كده، والا دي تعتبر جريمه تانية. لا، هو غالبا ما بيختارش برضو حد في سن اقل من صغير، سن لا الرشد. هو غالبا بيختار حد مع بطاقه طبعا، ويكون واصل لسن الرشد. لا، ما هو ممكن يكون مطلع بطاقه ومش واصل لسن الرشد. لا، انا الرشد بتكلم ان هو واصل لسن الرشد، سن 21 سنه، تمام، عشان يبقى هو ضامن ان هو لما ما تبقاش بقى فيها تلاعب او فيها حيله، او ان هو دون السن او كده يعني. ما هو فاهم برضه، هو التاجر فاهم، ما اكيد، وعلى فكره هم التجار برضه النوعيات دي موجوده ومعروفه. يعني احنا مثلا بالنسبه لنا عندنا في عين شمس احنا عارفين وبنحذر الناس من بعض التجار كده، لكن في ناس محترمه، مش كل التجار برضه، اكيد في ناس محترمه، بالعكس احيانا في بعض لما بنروح نسدد عن السيده الغارمه، احيانا احنا بنتفاوض مع التاجر وممكن ينزل لنا الفوايد خالص ويديني اصل الدين، فاحنا ما بنتكلمش برضه، زي ما في ناس كويسه وفي ناس وحشه، فحرام يعني ما نظلمش ناس كلها يعني. انتوا بتسددوا الدين كده لوجه الله، ولا هي لسه بيبقى عليها تاني انها تسدده، ولكن بتجدولوا على المدى الطويل؟ لا، احنا غالبا لما احنا اللي بنسدد بيبقى التعامل مننا للتاجر. فبنحاول لو هو التاجر واحد بنحاول احنا بنقضي على الظاهره، يعني بنسدد لها المديونيه كامله، لاني انا لو سددت جزء ما انا ما حلتش مشكله. بالظبط كده، تمام، وكمان بتتراكم عليها بتتراكم فوائد، الفايده مركبه. زي ما بقول لحضرتك احيانا يعني في حاله جايبه لي شيك ب 170,000 وهو كان اصله ايه بقى؟ 11,000. يا نهار ابيض. فبنتواصل مع محامي الخصم وبنبدا ان شاء الله نعمل، يعني بنفهمه ان احنا جمعيات مجتمع مدني وان احنا بنساعد، وبيتفاوضوا معانا وبندفع اصل الدين، انا ما بدفعش المبلغ ككل. انا استحاله، ما انا بقول لحضرتك انا يعني احيانا تيجي لي واحده تقول لي انا عليا 100,000 وانا عارفه ان هي اساسا لا تمتلك حتى 1000 جنيه، ببدا اتفاوض مع التاجر، ما بتفاوض يعني ما باخدش برضو بكلامها، وطبعا بعمل بحث اجتماعي وبعرف اسباب الدين ايه. كل دوت. مدى الاقبال بقى يعني نقول من السيدات، هم عندهم نقول ايه اقبال ان هم يتفهموا واصبح عندهم وعي ولا لا؟ تمام، احنا بصراحه بتشتغلوا يعني كمان على اي جهه؟ بتشتغلوا بقى على تغيير الموروثات اللي هي بتاخد سنين طويله، ولا بتشتغلوا على ايه؟ لا، احنا بنحاول نوجد حلول. ازاي يعني؟ مثلا لو في سيده عايزه تجهز بنتها، في مجتمعات، في جمعيات مجتمع مدني بتقدم جهاز للعرايس، بنحاول نوصلهم للجهات دي،
بحيث ان احنا برضو يعني احنا مش مجرد ان احنا نقول لا ما تاخديش، احنا ما بنعملش منع بدون وجود حلول، لازم نوجد لها حلول بقى بديله. ما انا بقول لحضرتك انا هوجد لها حل بديل ازاي. النهارده السيده ديت عايزه تجهز بنتها، بحاول اشوف لها جمعيه من مجتمعات جمعيه من مؤسسات المجتمع المدني المتواجده مثلا في الدايره عندنا، وبنبدا نخاطبهم. السيده دي ظروفها صعبه فبيبداوا يساعدوها، بنبدا نرفع من عليها شويه. دول قايمين اعمال تطوعيه؟ كلها اعمال خيريه تطوعيه. طب ايه النصيحه بقى لحضرتك تقوليها لكل سيده علشان ما تقعش في المشكله دي؟ انا اي نصيحه بقولها لاي سيده، بلاش تمضي على بياض، بس هي دي، ما فيش تاني نصيحه. واني اشوف انا امكانياتي الماديه ايه بالظبط، وابدا اشوف مجتمعات. يا والله دلوقتي الجمعيات الخيريه والمؤسسات المجتمع المدني عاملين شغل عالي جدا وعاملين شغل كويس جدا. حتى صندوق تحيه مصر انا اعرف ان هو عامل حاجات كتيره جدا، مبادره مسطوره ومبادره دكان الفرحه لتجهيز العرايس، يعني في شغل كويس جدا. الدوله صحيح. اتجاه الدوله دلوقتي لحد من الغريمات او القضاء على الغريمات. صحيح. أستاذة منى عبد الوهاب المستشار القانوني، ميرسي لوجود حضرتك معنا. شكرا. الحقيقة احنا بنقول لكل السيدات المصريات المفروض ان هي تتوخى الحذر، المفروض ان احنا نتخلى عن كل الثقافات الموروثة بتاعتنا اللي بتؤدي بينا للهلاك. على قد لحافك مد رجليك، مش لازم نبص لغيرنا، احنا في ظل أزمة اقتصادية كبيرة جدا. بنتمنى ان شاء الله ان ظاهرة الغريمات دي تنتهي تماما.